النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء ولعن الله المخنثين من الرجال، يعني المتشبهين بالنساء. يعني الإنسان لما يسمع لعن، اللعن هو الطرد من رحمة الله. يتصور واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، ودعاء النبي مستجاب. لما يقول لعن الله، منو قد هالكلمة هذه يوقف يقول إنه من هؤلاء والعياذ بالله. الله تبارك وتعالى خلق الذكر والأنثى، فالذكر ذكر والأنثى أنثى، فلا يجوز الأنثى أن تحاول أن تكون ذكر.